أكون مهندس ياسين وأسست إبداع تكنولوجيا. اليوم في عندنا في أحد المشاريع تركيب بايبات غاز، ولكن اليوم راح تكون مرة من الرايزر، طبعا وحدات سبيل الدكت 5 طن بايبات الغاز لهذا المكيف بحجم 7838، يعني البايب الكبير يكون معنا 7.8 مقاسه، والبايب الصغير راح يكون معنا 3.8 زي ما عم تشوفوا. هذا البايب 7.8. طبعا توصيل البايب راح يكون في عمليات لحام عندنا في إلبو، أكثر من إلبو، لأنه الكستمر طالب تكون البايبات تحت البلاط، فعمليا راح تكون مدفونة تحت البلاط. يقوم العمال حاليا بعملية تركيب السليفات والعزل، تركيب العزل وتوصيل ويرات الكهرباء. طبعا هذا البايب الثاني اللي معنا 3.8 المقاس الثاني، يتم تركيب السليفات وسيتم تجهيز بي في سي بايب في الرايزر لإدخال هذه البايبات، ومن ثم عمليات التوصيل باللحام وعملية تيست. طبعا احنا صورنا لكم في احد المشاريع سابقا، موجود الفيديو على يوتيوب. البايبات الغاز بتكون نازلة دايركت سواء لمكيف السبليت او لمكيف السبليت دكت. بايبات الغاز بتكون نازلة دايركت داخل سليف البي في سي، ولكن في حالتنا اليوم راح تكون نازلة داخل بايب البي في سي، ولكن في الرايزر او الدكت الحمام مثل ما راح تشوفوا بعد شوي. راح يتم تثبيت السليفات في الرايزر. طبعا هذا بايب 7.8، عمليا التوصيل بالوحدة الداخلية والتوصيل بالوحدة الخارجية ما راح يكون فلير، راح يكون بواسطة اللحام. الكونكت راح يكون بواسطة اللحام سواء ل 7.8 أو 3.8. طبعا هون العمال عم بيقوموا بتثبيت السليفات البي في سي في الدكت أو الرايزر من الطابق الأرضي إلى الطابق الثاني في الأعلى، وتم تثبيتها. هون إحنا على سطح الفيلا تم تثبيتها. طبعا سيتم قصها على مستوى سطح الأرض، وسيتم نقل البايبات تقريبا داخل السليفات أيضا بشكل عرضي. طبعا تم تركيب البايبات وتوصيلها باللحام للمكان المخصص على السطح، والآن العامل يقوم بعملية تركيب الفالف أو البلف. طبعا بحالتنا هاي احنا هون لما يكون في عملية توصيل باللحام بانقطاع بايب الغاز للتأكد من عدم وجود أي تسريب أو ليك، يقوم الآن العامل بإغلاق طرفي البايب. توصيل بايب 3.8 مع بايب 7.8 يتم توصيله، وتركيب بلف للتزويد بالغاز أو الضغط. مثل ما عم تشوفوا العامل قام بتوصيل البايب 3.8 مع بايب 7.8 وتركيب البلف أيضا داخل بايب 7.8 وإغلاقه وإحكامه باللحام لتتم عملية ضغط بايبات الغاز لمدة 2 أو 3 أيام للتأكد من عدم وجود تسريب في هذه البايبات. طبعا عملية التأكد من عدم وجود تسريب أمر ضروري مهم، خاصة في حال وجود عمليات توصيل لحام مخفية. طبعا عمليات اللحام في عملنا في التكييف أمر طبيعي ووارد وموجود، بعكس ما بيظن بعض الناس أنه عملية اللحام هي عملية خاطئة
ولكن حقيقة الأمر أنه المكيف كله موصل قطعه، سواء الوحدة الداخلية أو الخارجية، كلها قطعه والإلبول إلى الأطراف موصل كله بعملية لحام. بعد الانتهاء من إغلاق البايب على السطح، تم توصيل الـ 7-8 مع الـ 3-8 على السطح، والإغلاق بشكل جيد بواسطة اللحام. الآن عندنا هون يتم تركيب الجيج أو هذا المقياس اللي عم تشوفوه بالبلف، ويتم تركيب الوصلة، ومن ثم سيتم تزويد هذه البايبات بضغط الغاز وتسجيل قيمة الضغط الموجود على المقياس وتثبيتها. طبعا كل مقياس راح يكون بقراءة مختلفة، ممكن يكون 150 200 250 حسب الضغط اللي بيضغطه العامل، بيشوف شو الضغط اللي بيثبت عليه المقياس وبيسجله على ورقة وبيثبته على الجيج أو المقياس من الخلف حتى يتم مراجعته بعد يومين أو 3 أيام. طبعا هذا الجيج مخصص لعمليات الضغط أو التأكد من عدم وجود تسريب. يتم وصل الجيج مع سلندر الغاز ويتم فتح الغاز ومتابعة قيمة الضغط على الجيج، وبالتالي يتم تثبيت الضغط عند قيمة معينة ويتم التسجيل على ورقة وتثبيتها على ورقة لاصقة وتثبيتها على المقياس أو الجيج، والرجوع بعد يومين أو 3 أيام للتأكد من ثبات الضغط. في حال كان الضغط في نزول ولو شيء بسيط، سيتم الكشف على الوصلات الملحومة، وفي حال كان الضغط ثابت تماما سيتم إزالة المقياس أو الجيج، وبالتالي يكون تأكدنا من عدم وجود تسريب في عمليات اللحام التي قمنا بها. طبعا في الأماكن المكشوفة، سواء اللحام داخل الحمام الوحدة لتوصيل الوحدة الداخلية، أو اللحام لتوصيل أو تطويل البايب في الوحدة الخارجية، في حال كان مكشوف أو يتم الكشف عليه بسهولة، يعني ما كان مغطى تحت البلاط، ما كان مخفي داخل دكت، ما بتحتاج يوما ما أنت تكسر أو أي شيء أو تخرب أي شيء حتى تكشف عليه، ما في أي مشكلة من يعني ما في ضرورة أو أنك تعمل تيست. طبعا التيست في حال عملته بجميع الحالات كويس، في حال كان في أي وصلة الحام من الأفضل أنك تعمل تيست، ولكن إذا كان البايبات عددها كبير وعمليات اللحام تمت من خلال مكان مكشوف أو يعني بسهولة، مثلا على السطح أو داخل الحمام بكل بساطة، وتفتح الفور سيلينج مثلا بالحمام وتكشف على الوصلة في حال شكيت أو حصل عندك تسريب، أو في الوحدة الخارجية بس بتزيل العزل وفيك تكشف على الوصلة، هذا الموضوع يعني مش ضروري أنت تعمل عملية توصيل اللحام أو التست. بس بحالتنا هون مثل ما عم تشوفوا، احنا في عندنا 5 مكاين. المكاين راح تكون داخل الحمام، حاليا هو في العامل داخل الحمام عملية الضغط. الوحدة الخارجية البايب 7-8 موصول مباشرة ملحوم ببايب 3-8. طبعا البايبات هاي احنا عندنا هون ماشية تحت البلاط، فعمليا في عندنا تقريبا 2 أو 3 إلبو صار فيهن عملية لحام للبايب 7-8 وال3-8، وبالتالي احنا بنحتاج نتأكد قبل الانهاء او تركيب البلاط، نتأكد من عدم وجود تسريب، وعليه قمنا بهذه العملية. هذه العملية ضرورية في هذه الحالة للتأكد من عدم وجود اي تسريب. طبعا قام العامل بعملية الضغط وكتابة قيمة الضغط اللي موجودة على هذا المقياس عليه من الخلف، وسيقوم بتثبيته مع بايب الغاز، وبعد يومين إن شاء الله أو 3 أيام راح يرجعوا العمال
يشيكوا على قيمة الضغط الموجودة ومقارنتها مع القيمة المكتوبة على الورقة، وفي حال تم التأكد من أنه ما في تسريب سيتم إنهاء أو تفنيش الوصلات هذه. طبعا سيتم وضع تيب على وايرات الكهرباء على البايبات، يعني في عملية إنهاء التفنيش الشكل الخارجي. طبعا قمنا بتجهيز البايب الأول، والعامل الآن يقوم بضغط البايب الثاني. طبعا احنا هاي في المشاريع الكبيرة عندنا مجموعة من العمال. طبعا احنا في احد المشاريع السكنية الكبيرة في مدينة دبي، الشركة طبعا تلزمنا او المقاول الرئيسي للمشروع يلزمنا بعملية ضغط جميع البايبات، لانه في المشاريع هاي اللي احنا شغالين فيها كل البايبات الغاز بتكون نازلة من الرايزر، وهم لهم طريقة معينة. طريقتهم انه بيوصلوا بايب الغاز بس من اسفل الرايزر الى اعلى الرايزر كخطوة اولى، ويتم اغلاق بايبات الغاز من الطرفين توصيلها ببعضها وتركيب نفس هذا المقياس او الجيج، وضغط ضغط البايبات بمادة او بغاز النيتروجين على ضغط 500 الى 600 بي اس اي. وعليه طبعا احنا هون ما عم نضغط النيتروجين، احنا عم نضغط بالفريون العادي، تمام، لانه احنا حاليا مش متوفر معنا النيتروجين للضغط، ولكن يمشي سواء النيتروجين او سواء الغاز العادي، ولكن هم بيستخدموا النيتروجين على اساس انه ضغطه عالي جدا. فاحنا بالمشاريع الكبيره اللي احنا بنشتغل فيها كسب كونتراكت مع المقاول الرئيسي يتم ضغط جميع البايبات قبل توصيلها الى الوحده الداخليه والخارجيه بماده النيتروجين على ضغط 500 الى 600، وتركها نفس الشيء لمده يومين حتى ياتي المشرف او المهندس المسؤول او الاستشاري للتشيك عليها والتاكد من عدم وجود تسريب. يتم اعطاء الاذن بفك عمليه التوصيل اللي احنا صرنا عم نشوفه عم نقوم فيها، وبيعطوا للعمال اذن انه اكمل العمل بتوصيل البايبات الوحده الداخليه والوحده الخارجيه. طبعا احنا هون عندنا مشروع سكني، بايبات الغاز كلها تم تركيبها سواء السبلت او السبلت دكت، ولكن احنا هون عندنا حاله خاصه اللي هي في عندنا 5 مكاين بحجم 5 طن حسب طلب الكستبر، بده يعني طلب نقل الوحدات او قواعد الوحدات الخارجيه بمسافه معينه باتجاه البرابط الخارجي، وعليه احنا مضطرين للتوصيل بطريقه اللحام، وهذا يستدعي عمليه ضغط للتاكد من عدم وجود التسريب. طبعا مثل ما عم تشوفوا يقوم العامل بضغط الغاز على قيمة معينة وتسجيل هذه القيمة على المقياس نفسه. فأنت بحاجة كل بايب غاز مكيف أنت بحاجة لمقياس منفصل، يعني إذا أنت عندك 5 بايبات أنت بتحتاج 5 مقاييس. طبعا في المشاريع الكبيرة احنا بنستخدم عدد كبير من المقاييس على أساس يكون في عندنا إنتاجية في العمل. يعني حاليا العمال اللي شغالين في أحد المشاريع عم يستخدموا 30 مقياس، 30 مقياس لعملية الضغط، بيضغطوا 30 بايب يعني بنفس الوقت، وبعد تأكد من عدم وجود تسريب، تأكد من جودة حامل البايبات اللي عم بيقوم فيه العمال، يتم التبديل، يتم فك هذه المقاييس وتركيبها في فيلل أو لمكيفات ثانية. ويعني الطريقة العمل راح يكون تسلسلي أو تدريجي مثل ما عم تشوفوا هون. في عندنا بايبين غاز لوحدتين داخليات تم توصيل
المقياس أو الجيج من البايبين، وتم ضغط الغاز في كلا البايبين. طبعا عندنا هون احنا مثل ما شفتوا دارة مغلقة من الأسفل ومن الأعلى. طبعا هون احنا في الحمام عند الوحدة الداخلية راح يكون، وأوريدي العمال قاموا بإغلاق البايبات على السطح من طرف الوحدة الخارجية، وإن شاء الله سيتم التأكد من عدم وجود تسريب في الغاز. طبعا مثل ما حكينا وأكدنا، أنا بأكد يعني إنه كثير من الاستشاريين أو المهندسين عندهم فكرة خاطئة عن موضوع التكييف، وهي أن لا يجوز أن تقوم بعملية لحام للبايبات في الموقع. طبعا هذه الفكرة خاطئة 100%، لأنه كل شركة تكييف أو كل سيارة فيها فنيين تكييف، أنت إذا بتشوف الطول الموجودة راح تلاقي معاهم سلندر لحام، سواء السلندر الصغير أو سواء سلندر الأكسجين والإستيلين بمقاسات المختلفة. كل سيارة بتشتغل بهذا المجال راح تلاقي فيها هاي المادة، مادة اللحام والتوصيل والبريزنج والنحاس الموجود. فعملية التوصيل باللحام أمر طبيعي جدا موجود، ما فيه أي مشكلة نهائيا. طبعا لازم يكون الفني اللي بيقوم بعملية اللحام عنده خبرة بهذا العمل، بحيث يكون يعني في اختلاف كبير طبعا من خلال احنا يعني خبرتنا بهالمجال، ومن يعني بيتم تكليف العامل اللي احنا بنشوفه الاكثر يعني جودة في عملية اللحام، لانه لها هي فنيات معينة بتختلف مهارة العامل بين عامل وبين عامل اخر. فاحنا بنختار العامل يعني الاكثر مهارة في هذا الموضوع على اساس يكون يعني نسبة الخطأ قليلة جدا في هذا المجال. بتمنى إن شاء الله أنها تكون الفكرة واضحة والعمل واضح، والفكرة من عملية تكون واضحة واستفدت منها. وإن شاء الله أي سؤال أو استفسار أو ملاحظة سواء أو نقد إحنا بنرحب فيه. طبعا هو إحنا بعملية التست طبعا التفنيش راح يكون مختلف تماما، فبتمنى إن شاء الله إنه أفدناكم بشيء معين، وتابعونا على قناتنا إن شاء الله. إحنا كل شيء يعني منشوف فيه فائدة راح نقوم بتصويره وتسجيله، أنا راح أقوم بعملية الشرح إن شاء الله، وأي ملاحظة أو انتقاد أي شيء يعني بيحسن من طريقة عملنا أو بيحسن من جودة العمل، بتمنى أنكم ما تبخلوا علينا فيها. ويا ريت تشتركوا معنا بالقناة إن شاء الله، إحنا راح ننزل لكم معظم الفيديوهات راح تكون إن شاء الله مفيدة للجميع إن شاء الله بإذن الله. طبعا مثل ما عم تشوفوا في هذا الورق اللاصق، بيقوم العامل بإلصاق الورق على خلفية المقياس وتسجيل القياس الضغط الموجود بكل مقياس بالضبط، بيسجلوا على خلفية المقياس للتأكد منه مثل ما حكينا. يعطيكم ألف عافية، وبتمنى إن شاء الله يكون الفيديو مفيد للجميع.